سلام الله عليكم اعزائي التلاميذ سنه ثانيه متوسط اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي زوار القناه الجدد شرفتوني نورتوني في القناه اخوتي من فضلكم ما الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد كل الدروس ان شاء الله مره اخرى نشكركم بزاف 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 على التعليقات تاعكم وعلى كلامكم الجميل الله يوفقكم جميعا اليوم شوفوا الصفحة رقم 58

Le début de l'histoire, on la formule « il était une fois ». La suite, on un jour » ou la fin une fois ». Il était une fois, dans un pays lointain, une petite fille nommée Sarah. Elle vivait avec son père dans un chalet de bois. Un jour, son père qui était malade lui dit, J'ai besoin d'une plante pour me soigner. C'est une plante avec des feuilles rouges. Tu en trouveras derrière la montagne. Voilà. Euh انا احتاج نبتة حتى آه يعني نبتة هذيك يشربها رايح يتعافى او يرتاح هي آه نبتة اوراقها حمراء ولن تجدينها آه وراء الا وراء الجبل سارة بارتي دونك على ريشيرش دو بلانت سي آه يعني سارة ذهبت للبحث عن هاته النبتة سيتالوغ كابارو اون لوف ماجيك فيون سارة الدي عندها يعني ظهرت uh, ذئبة uh, سحرية عندما رأت سارة قالت بونسوار بتيت في تو اي يعني مساء الخير يا يا صغيرتي هل انت ضائعة Non, répondit Sarah. Je dois trouver une plante pour mon père. Une plante avec des feuilles rouges. Khalilah, là, il y en a les tozâga. Répondit Sarah. Il faut que je trouve une plante pour mon père. Il faut que je trouve une plante avec des feuilles rouges. Je vois, dit la louve. Il n'y en a que derrière la montagne, mais c'est très dangereux. de s'aventurer la قالت لها نعم يعني آه, انا, أنا ارى ذلك ولكن لا توجد هذه النبسه آه, سوى آه, وراء الجبل ولكن آه, هو من الخطر انك تغامري وتروحي لتما فوالا voilà. هذا هو المعنى pourquoi demanda la fillette لماذا طلبت الفتاة؟ إليا أن دراغون كي يعني قالت يوجد تنين كبير الذي يحرص هذه النبتة سي si il faut, il faut très, très إذا أردت uh, هذه النبتة يجب تنويم أو uh, يعني من النوم تنويم هذا الوحش بعمق Une fois arrivée, Sarah regarda les alentours, mais pas de plantes. يعني yani, عندما وصلت, Sarah euh, نظرت إلى المنطقة, les alentours, هي المناطق أو المنطقة, والمنطقة, ولكنها euh, لم ترى النبتة. Exténuée, Sarah se laissa tomber sur le sol et pleura à chaud لغم يعني كانت مرهقة أه سارة سقطت على الأرض وبدأت في البكاء أو بكاء يعني أه شديد أشد لغم يعني بدموع حارة لا تبكي قال لها صوت إنها الذئبة يعني كان صوت الذئبة هو اللي قالت لها قتلها تبكيش

برق من كل الالوان وكذلك يعني اشياء تلمع يعني شفتوا هذاك لافي ماجيك كي حاجه تراجي لي كلا هذاك البرق والضوء والاشياء المضيئه هذا هو التعبير لا لوف ماجيك دي ساره الذئبه السحريه قالت لساره tu peux prendre la plante dont tu as besoin pour ton père تستطيعين ان تاخذي النبته التي تحتاجينها من اجل ابيك لو دراغون نو سو ريفيغا با مي قالت لها لن يستيقظ ولكن اسرعي فوالا voilà. هذا قلينا لو ديبي اي لا سويت دو هنا المطلوب منك انك تتخيل لا فان تاع يعني كي راح سارة تجري وش صرا فوالا صرا راح تجري باش تنحي هذيك لا دونك حنا رايحين نتخيلو بلي ساره راحت تجري باتجاه التنين واخذت النبته ثم رجعت الى المنزل وكي رجعت للمنزل يعني دارتها للوالد تاعها دارتها لابيها دارت له اميديكامون والوالد تاعها يعني تعافى وارتاح وساره بقات عندها ذكرى جميله لصديقتها الذئبه فوالا هذه هي يعني النهايه المقترحه واذا حبيتوا تقترحوا نهاية من عندكم يعني راح يكون احسن فوالا voilà. يعني بعد ما قرينا هذه القصه عندنا كيسيون نيميرو 2 لا فان دو سيت استوار ا افاسي يعني نهايه القصه اللي هي القطعه هذه الاخيره حذفت ايماجين اي اكري سيت بارتي بور كومبليتي لو كونت يعني تخيل واكتب هذه ال... او هذا الجزء المحذوف لنكمل القصه سارا اي لا ماجيك كو تو فا افيك تي كاماراد سو فورم دو سينات يعني وهذا ال... هذا القصه فيما بعد راح تمثلها انت وزملائك على شكل يعني شكل حوار يعني وتلعبوا هذا الادوار عندنا ا شوازي اون اكسبرسيون

يعني حدد النتيجة أو النهاية سواء كانت سعيدة أو حزينة دي اكري لا فان اي لا فورمول دو كلوتور دو سو كونت دو سو جور يعني انك تكتب كذلك لا فورمول دو كلوتور يعني اللي نقفلو بها القصة او مانتنون لي طون بوتي تيكست الان اقرا نصك لزملائك Voilà, je vais vous donner la fin de la pièce. Vous êtes voilà. prêts avec moi? C'est ainsi que Sarah courut vers le dragon. Alors, Sarah allait marcher Elle fut très courageuse et récupéra la plante, traversa la montagne et rentra à la maison. وكانت شجاعة جدا هي تحصلت على النبتة وقطعت الجبل يعني صعدت فوق الجبل ودخلت الى منزلها او رجعت الى منزلها شفتوا الافعال هدول اللي راهم سطر عليهم راهم مصرفين في لو باسي سامبل avec les feuilles du plante elle fit un médicament à son père qui guérit comme par miracle voilà وباستعمال اوراق النبته صنعت دواء لأبيها الذي شفي يعني بمعجزة فوالا voilà. depuis ce jour Sarah gardait en son cœur une douce pensée pour son ami منذ ذلك اليوم سارة يعني احتفظت في قلبها بذكرى لطيفة عن عن صديقتها. voilà. Uh, بهذا uh, لهنا فقط اعزائي uh, التلاميذ عندنا غيري سي ان فيرب او سي كونجوغي او باسي سامبل فوالا بهذا نكون اعزائي التلاميذ وصلت لنهايه درس اليوم يعني كما شفتوا القصه كانت uh, مشوقه وجميله uh, وشفنا وتخيلنا مع بعضنا النهايه القصه فوالا voilà. uh, بهذا اترككم في رعايه الله وحفظه وسلام الله عليكم